علشان اكمل تجربتي في شارتين حبيت اجرب بول الابل ولبن الابل في يوم واحد. ما يقولوا عليه وحش ليه؟ حلو قوي. لا انا هحطه بقى. اوه لا صعب قوي. وانا ماشي في شوارع شلاتين بلاقي محلات مخصصة لبيع المية. المشهد ده مشوفتوش قبل كده في مصر. ما عندناش في مصر محلات لبيع المية بس في شلاتين موضوع المية مختلف عن بقية مصر. شلاتين بتطل على بحر. البحر ده ميته مالحة وفيها ابار مية، لكن الابار برضو مالحة. علشان كده جميع المية اللي بنشربها في شلاتين خارجة من محطات تحلية مياه البحر المالحة ومياه الأبار المالحة. فأنا عديت على أحد محطات التحلية اللي موجودة في شلاتين وحبيت أوريكم طريقة تحلية المية وتحويلها من مية مالحة لمية عذبة صالحة للشرب. تعال نشوف المية اللي جاية من تحت الأرض. نسبة الأملاح 7500، يعني رقم ضخم جدا. الملوحة فيها عالية. املاح مش صوديوم بس، املاح متنوعه. فتعالوا نشوف الطريقه. الميه بعد ما بتجي من تحت الارض من عمق 200 متر تدخل على الفلتر الرملي بينقي لغايه 40 مايكرو. بنطلعها من الفلتر الرملي تعدي في مواسير تدخل على الفلتر القطني لغايه ده بينقي الفلتر القطني بينقي لغايه 5 مايكرو. بعد كده بنعدي على ترومبه الهايبرشن بام. ترومبه الهايبرشن بام دي نسبتها كلها ان هي ترفع لي ضغط الميه من 4 بار لغايه 35 بار. بعد كده بتدخل على الفيازل. الفيازل دي جواها اغشيه. الاغشيه دي هي اللي مسؤوله عن ان هي تنقي لي الميه، تفصل لي الاملاح عن الميه الحلوه. لغايه هنا الميه مالحه. فاول ما تدخل في الفيازل دي بتنقسم جزئين، جزء بيبقى ميه حلوه بيجي في المواسير دي، والجزء بتاع الميه المالحه كله اللي بيبقى في الجزء ده بيطلع ينصرف عندي بره. دلوقتي هنقيس الاملاح بعد ما كانت 7000، هنقيسها دلوقتي نشوف نسبتها بقت كام وهل هي صالحه للشرب ولا لا. هي دي المية اللي طالعة من محل التحلية. تعالوا نقيس دي ونشوف هتجيب كام. ها جايبة 15 14، جايبة أقل من المية المعدنية. فدي مية صالحة للشرب 100%، مليون في المية. تنفع للأطفال، تنفع للرضع، تنفع للعواجيز اللي كليته تعبانة. ده الفلتر اللي بينقي الشوايب، معمول من القطن المضغوط. بعد كده هو ده عندي الجزء اللي بينقي الاملاح، بيفصل الاملاح عن الميه الحلوه. الميه بتدخل من هنا بضغط عالي. طبعا عندي ده اللي بيفصل الميه المالحه عن الميه الحلوه. طبعا الميه المالحه بتدخل هنا بضغط، فبتدخل في المسام دي، النقط دي. فدي لما بتعدي فيها الميه المالحه بتفصل لاح عن الميه الحلوه. الميه الحلوه تمشي في الماسوره دي من جوه، تدخل كده. الماسوره دي مخرمه من جوه، فبتعدي الميه الحلوه بس. بسبب محطات التحليه في شلاتين قدرنا نروي المزروعات ونشرب البني ادمين والحيوانات. أكبر سوق مصري للجمال موجود في شلاتين، لأن الجمال اللي بتيجي من جنوب مصر لازم تعدي على شلاتين قبل ما تروح في أي حتة في مصر.
موجودة؟ أبى عليك عشان معقول بس من هنا. لا حاجة كويسة. علشان أكمل تجربتي في شارتين حبيت أجرب بول الإبل ولبن الإبل في يوم واحد. أول حاجة لازم نعرف إن أنثى الجمل اسمها الناقة. الناقة دي لازم نطلق عليها ابنها علشان تبدأ تفرز لبنها، وعملية إفراز اللبن ليه بتسمى تحنن عليه، تديله حنان. فلما تسمح بخروج اللبن منها بنبعد الطفل بتاعها، فالطفل يقعد يزق عايز اللبن بتاعه. فاحنا بناخد شوية وبنسيب له الباقي. ما بينفعش ان احنا ناخد كل اللبن، لان من حق الطفل ده ان هو يتغذى علشان يكبر. ما شاء الله. اشرب يا سيدي. اسمها ايه بقى الجماليه دي؟ اشرب. عندها كام سنه؟ اشرب بس. قول لي بس. انهي الصغيره؟ دي لا كبيره. كبيره؟ اه. الكبيره ده عندها 8 سنين. الجمل ده جاب لبن كتير ما شاء الله. لبن ما شاء الله كتير. اكبر كميه. ايه رايك؟ اه. ما يقولوا عليه وحش ليه؟ حلو قوي. لا انا بحط له سكر. ناس هتقولي ده لبن الابل صعب وتقيل. هو ليه بقى بيقولوا كده؟ ده مسكر صح؟ اه حلو. لا لذيذ يعني، خفيف ومسكر. يلا يا حسين. يا سلام. طعم جدا. يلا عشان ايس كريم. بنعمل منه ايس كريم على طول. حسين يلا. لبن الابل عظيم. طعمه كريمي. لا هو طعمه فيه كريمه كده كتير ودسم، قريب من الجاموسي بس دسم قوي. بس ما ملوش مقارنة بالجاموسي برضو، يعني هو خاص بنفسه. هو احسن من الجاموسي. عشان فيه فيتامين سي. اوكي يا غالي. بسم الله ما شاء الله. يلا يا. بعد تجربتي لشرب لبن الإبل حبيت أجرب كمان بول الإبل علشان سمعت إن ليه فوائد كتير. ده عينة بول. ما بنشربها بقى، خد. هو ده لحد دلوقتي ده العينة البولية اللي لقيناها. حتة صعبة أوي. ياه مرة قوي. مرة. لا صعبة.
ماشي هنصور تاني ان شاء الله نلاقي. انا عيني زاستين دول يمكن نلاقي بول. انا مستني مؤخرات الجمال اول ما اديلي يترفع او حاطط الازازه. عايزين نجرب. بيقلقوا لما نقرب. بيقلقوا لما نقرب. اهو 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 اهو. بيقطع بيخاف. قطع قطع. يلا شوية بول اهم تانيين. بسم الله. تاني ينوم. بسم الله. اوه لا صعب قوي القرف ده. ده مفيد ده جدا. ده مفيد. هو طعمه عامل زي الادويه بتاعت الكبد. بس انا ساعات باخد الاملاح اللي هي منشطه للكبد تبقى مفيده. كل سنه الواحد ياخد شويه عشان تنشط الكبد. متهيألي نفس التاثير. الجمل بينزل بول او ما طلب منه يخاف فبينزل قليل. تاخد انت الحبه القليلين دول تشربهم هتنبسط. طعمه صعب جدا بصراحه. يعني ما تقدرش تشرب منه كوبايه. صعب. البول اول ما بينزل اشربه على طول. تستناش عليه خمس دقايق ولا ساعة ولا الكلام الفاضي اللي الناس بتعمله ده. انه اصلا البول هيتملي بكتيريا. هو اصلا في بكتيريا فكده هيتملي اكتر. المفروض تشربه مباشر. ده في رأيي. محدش قال الكلام ده بس ده اللي اعرفه يعني. اروح اشرب مية بقى لان طعمه صعب كده. يا ما شاء الله بسرعه كده. حلو ده. شكرا. دوس يا ايوه دوس. ليه تهد هنا. امسك انت. امسك تهد شوي. امسك تهد شوي. حلوه دي. دي جامده.
ده سخن قوي. ايوه ما ده علم من الايوه. اه خفيف خفيف قوي ان شاء الله. انا كده نوري الناس شكله باينه كده الصوره باين. لبن خفيف بس قريب من طعم الجاموسي. ده ينفع للرضع ولا؟ ايوه الرضع ولا من سن كام؟ لا الطفل الطفل عسل اتولد ممكن يشرب لسه اللي هو ينفع الطفل الصغير؟ اول من يوم ما يتولد ينفع يشرب من اول يوم. شفت عيل شرب قبل كده؟ ايوه يشرب عادي. آه خفيف عن بتاع البقر. خفيف بيقولوا صحي اكتر من بتاع البقر. صحي اكتر من البقر. يعني احط رجلي كده كده وتبعد. ايوه عشان تثبت رجلك. اه كده كده وبعد كده بعد كده تحلم هنا تجيب المجراف. ايوه وامسك كده بسم الله. امسك القدام هو ده يقول ما هتشغل. بس ولا انا وشغل. ايوه يا ولد كده انت توجه لها على شوي كده جنبها. شغل ده شغل شغال. ايوه يا ولد خلاص خلاص يا موبايلوني. ماشي عشان تلم براحتك. محلات مصطفى ابو زيد يعني اهلا ابو زيد اهلا ابو زيد احلى مسا عليك. هدي احلى شال ب 500 جنيه للبيع. الله يخليك. احلى شال ب 500 جنيه. الله يخليك. ده بس اللي شغال بيه. ده اللي شغال بيه بس. ايوه يعني دي الاداه الوحيده. صح؟ ايوه. الله يفتح عليك يا رب. والوان وبتاع ان شاء الله. دي بقى بتقعد كام سنه يعني طول العمر؟ ها؟ بتقعد طول العمر عايشه؟ لا طبعا على حسب استعمالك انت. حسب استعمالك. ايوه طبعا الشمس ما بينفعش معاك. طبعا الشمس لا. ايوه حطها في الشمس دي معناها تنتهي. أيوة. الخشب برضه بيبوظ من الشمس. ايوه افتح عليك الظهر بقى قعدت عليكم تاني. خلص الساعة كام؟ هتلم الصخور؟ هتلم الصخور دي؟ بنزين ما بيولعش. الجاز ملوش ريحة وحشة، بحب أنا ريحته. فكرني بأيام زمان. السبرتاية بالسبر 87. بقول لك محدش يديك السن ده خالص. ليه يا عم؟ انظر
بعد ما حلبنا اللبن وعملنا قهوة الجبنة هنحط القهوة على اللبن. منعش وريني كده بنجرب العك بتاعك. بسم الله. جرب العك حلو على فكره. والله بجد على كأنه لبن بالشوكولاته بالظبط او لبن بالتمر. دايما كده بتزورني لما يكون في هوا، لو مفيش هوا ما بتجيش. الايام اللي فيها هوا بتزورني. بوسي كات، بوسي كات، يا كات يا كات يا قطوس، قطوسة قطوسة. بس بتقول اطفي النور يلا وكمل نوم. بتيجي كده تلاقي فجأة تقعد تلعب في رجلك، متبقاش عارف ان هي موجودة غير لما تلاقيها خبطت في رجلك. انا لقيتها نايمة على رجلي من غير ما اعرف ان هي موجودة، جاتلي فجأة كده. تيجي بقى من اي حتة من الشبابيك. قطوسة ماشي، قطوسة صباح الخير.
شايف مش بق ماسوره نص بوس حلوه يا جامد عاش دفع رباعي اطلعوا بقى بره الصوره واو هم حفروا لجوه دي ميه تشرب دي تشرب هي دي بقى البابا الرومانيه مصدر المية بيعبدوا فيها الإله مية خش يا حلوة من بره من جوه من بعيد دي مية يا جماعة من قلب الجبل من قلب الجبل مية حلوة من قلب الجبل تيجي من تحت هنا هاي في عنكبوت سامة شايفها مطرح الظل بتاع صباعي هاي عنكبوت غرق خالد قال لي ان في سحلية ضروري يلا نحلق عليها وعرفنا نمسكها في الاخر شوف سحلية جميلة ازاي تحسها ديناصور سور يا دنيا سور اول حاجة فكرت فيها بص ده كمل 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 انا مش طالع خليني مع السحلية مش ارتفاعات طبعا مش ارتفاعات ايه ده السلام بقى معنا بروتين مش هتضيفونا جبنه طيب ولا ايه ضيفكم جبنه الله يعيد جبنه هو عمرو عنده اضاءه النار تمام حلوه تصدق حبيتها دلوقتي معناها كانت ضربه في عيني من شويه مفيش مكان تاني عادي عادي
في وادي لحد دلوقتي اسمه وادي النعام، واخر نعامه فيه ماتت سنه 1995. دي حاجه حقيقيه، لكن مين الشعب اللي رسم كده ورسم كده ليه؟ ونفس النقوش دي موجوده من اول السودان لحد القصير. قبلينا بشر زينا، بس كان عندهم فكر تاني خالص وعقاب. الفرنسيين كانوا بيعدموا وبيخازوق برضه، طخوا المشوار عشان يخازوقوا الراجل في شجره. تعالوا هنا يا بنات، تعالوا هنا. اتفضل. اتفضل. اقعدي.